السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Let's study and learn the next آية of سورة البقرة, verse number 10. آية رقم 10 من سورة البقرة. Allah says in the Quran, in this آية, في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يلا, let's start. في in قلوبهم their hearts. In their hearts, خلاص تعلمنا hearts قلوب, مرض. In their hearts is a disease. Disease يعني مرض. Disease. In their hearts is a disease. Between brackets, ما بين قوسين, اللي هو مرض ال doubt, الشك, and hypocrisy, النفاق. عافانا الله وإياكم. In their hearts is disease of doubt. Doubt قلنا قبل كده be silent, okay, and hypocrisy. فزادهم الله مرضا, and Allah has increased. Increase, يزود, عكسها decrease, يقلل. Allah has increased their disease. الله زود لهم مرضهم اللي هو النفاق اللي عندهم والدوت. ولهم عذاب أليم. A pain. ولهم عذاب أليم, هنا المترجم عمل عكسها, العذاب أليم ليهم. And sorry, a painful, مؤلم أو أليم. A painful torment, torment, punishment, عذاب, is theirs, بتاعهم, ليهم, ليهم عذاب أليم. Because, لأن, بما كانوا يكذبون. They used to tell lies. Lies, I'm sorry. They used to tell lies. Used to, يعني متعود على حاجة, كان متعود على حاجة في الماضي بيعملها. They used to tell lies, هم اعتادوا على الكذب, بما كانوا يكذبون. Tell lies, يكذب, زيها زي lie, وعكسها tell the truth. Truth اللي هي الحقيقة. Tell the truth يعني يقول الصدق. كلها على بعضها. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. In their hearts is a disease of doubt and hypocrisy, and Allah has increased their disease. A painful torment is theirs because they used to tell lies. جزاكم الله خيرا ونفع الله بنا وبكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.